بكم في فقرة حديث السوشيال والتي نرصد فيها الأخبار الرائجة هذا الصباح. ثقب في جمجمة، جراحة على الطريقة الفرعونية قد تنقذ آلاف المرضى سنوياً. فما هي الجراحة؟ الطريقة الفرعونية كشفتها دراسة جديدة تعرف باسم قطع القحف المخفف للضغط، وهي تقوم على إحداث ثقب في الجمجمة لتقليص حجم الأورام نتيجة إصابات في الدماغ بسبب الاصطدام والسقوط، وبالتالي تخفيف الضغط على الدماغ. وأكدت الدراسة أن المرضى الذين خضعوا لهذه العملية كانت فرصتهم في البقاء على قيد الحياة أكثر بمقدار 5 مرات. أمريكي ينقذ 5 أطفال من وسط منزلهم المحترق. عامل تمكن من إنقاذ 5 أطفال كانوا داخل منزل التهمته النيران في مدينة الأفيات بولاية أنديانا الأمريكية، واقتحم عامل توصيل نوكلا بوستيك المنزل المحترق لإنقاذ الأطفال من موت محقق، وأصيب بجروح متفاوتة أثناء محاولته بعد أن قفز من نافذة الطابق الثاني حاملا أحد الأطفال. نتابع. Please tell me that baby's okay. Yeah, we're good. Yeah, she's okay. 100%? Yep, you're okay. You did good, dude. Okay? هزت جريمة اغتصاب طفلة في مدينة أسيوط في مصر الشارع المصري، وذلك خلال تواجد أسرة في مركز ترفيهي بصحبة ابنتهم. وفي التفاصيل، تقدمت أسرة من محافظة أسيوط ببلاغ للشرطة حول تعرض طفلتهم التي يبلغ عمرها 5 سنوات للاغتصاب خلال دخولها الحمام. كما قالت الأم إن صغيرتها دخلت حمام الرجال بالخطأ وكانت تنتظرها في الخارج، وعند خروج الطفلة كانت تتألم عليها نقاط دم، وأخبرت والدتها بأن أحد الأشخاص قام بضربها وأشارت إلى الشخص الذي قام بفعل ذلك. راجعت السلطات كاميرات المراقبة وتم فحصها، ثم تم اعتقال المتهم. نيابة أسيوط قررت إحالة القضية إلى نيابة الأحداث لأن سن المتهم يبلغ 13 عاماً فقط. كان هذا كل شيء لليوم، إلى اللقاء.